السلام عليكم. طبعا أنا مثل ما تعرفوا أنا في دورة في إسبانيا، الدورة لموضوع جديد اسمه الـ ANF أو الأمينو نيورو فريكوينسي، هو علاج جديد أو طريقة جديدة في العلاج. الطريقة هاي بتعتمد على شيء بنسميه اللي هو الفريكوينسي، اللي هي التيار الكهرباء والموجات الكهرباء الموجودة في الجسم، الأعصاب والخلايا وكل جسمنا بتواصل مع بعضه عن طريق الموجات وعن طريق الفريكوينسي هاي. كل عضو، كل خلية، كل عصب، كل شيء في جسمنا له فريكوينسي معينة. كل المشاكل اللي احنا بنعاني منها، كل الأمراض، كل الأشياء هاي تنتقل للدماغ، والدماغ بتواصل مع الجسم من خلال فريكوينسي معينة. هلا العلم هذا شو بيحكي أو التقنيات هاي شو بتحكي؟ بتحكي إنه أهم إشي في الجسم هو الجهاز العصبي، اللي بحكم التعب بحكم طريقة الحياة. كان عندي أحيانا ضل عندي آلام في الركبة، لما فحصت ولما اشتغلت على الموضوع بصراحة إلى 3 أيام بستخدم هي الديسكات زي ما أنتم شايفين، ولا كأنه عندي إشي. طبعا هاي الديسكات هي مصنعة بطريقة معينة، فيها موجات كهرباء مشحونة بموجات كهرباء معينة. الموجات هاي بتعمل تعطي إشارة للنيورون، للأعصاب، إنه في ألم في المكان الفلاني، في مشكلة في المكان الفلاني، فالجسم ببلش يعالج نفسه بنفسه. الموضوع خطير جدا، موضوع جديد جدا، مش موجود عندنا، مش موجود في مناطقنا. صراحة نتائجه فظيعة، يعالج كثير كثير جدا من المشاكل بدون ألم.